سورة الإخلاص بسم الله الرحمن الرحيم قل وحاطر هذا هو أرنك وثو يهي الله ألا أحد كريوي الله ألا السمد كان دمت الورق استوي لم يلد الله وحوم أصنالي ولم يولد أسن الله وعدالي ولم يكن معها أحد قفنا كفوا مثل لسمن له ألا لسمن معها إله سبحانه وتعالى سورة من بدايتها إلى نهايتها وحقوع الضينية تلمانت ألا الويق أنه إذ لو ذاكتان أيين شرين وايهي انفراد يواحد نمو الله قصف إيسا سبحانه وتعالى حوائج توردن عدة لغيرها تذكالي إنو يهي السمد بمعنى المقصود إليه الحوائج درها الله لو لقستوه حوائج تقودو كالي وي عدك لو حوائج تقودي كرتالة وعنكم سفوين كالقوية قال نوحا كم إذا الله أزالي ويانو عدة الشلماء وايهي وحل السمن مخلوق إيسا عدء النقمته أما السمن أما شبهه كذا أما كسو النواني لما أركو سفوين كاسو ربي ليه سبحانه وتعالى قل هو الله هو ذو ضمير الشأن ضمير الشأن نوحا الله استعماله متكلمك قفك هدليه مركا أدونا يو قفك أولا هدليه هذا الكو صوض وحوين يهين وتصف يعني هذا الكو وحوين وأن سهلني سبطبين ودقيشتو سبطبين وقاطو مركا لدونا يو مركا ضمير الشأن سيدي سبا لا استعماله لا استعماله فعلم أنه لا إله إلا الله بين الله هو أرنك إيو سيدة شأنك إيو حالضة إيو أرنك وحيطاي أو ورك وحيو كل ما يستريه الله ألا أحد كليوي الله السمد ما شاء ضمير بالها الله ويو الله مرهد الله سوء شيء وهو السمد إلا يراد وصماه ما يجعب الله سوء إليه وينين ألا الله وينين يو يتفخيم الله وينين يا رب سبحانه وتعالى يسعب سجلين يسعب سجلين الله الوعاس قروبين يا المناسبين الله ألا السمد كان دنت له لك استوي لم يريد الله وحمه صنعه ولم يولد مر الله دليل ولم يكن معها أحد قفنا كفوا مثل سمن له الله سمن معه إذ الله سمن الله أركو أما شبيه كرت.